السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا الملعب نتاع 5 جويلية اللي يبدو انه تقرر منحه لفريق اتحاد الجزائر، والان فيه عملية تاع تجديد وصيانة الأرضية تاع العشب الطبيعي، واللي تبدو في احسن ما يرام، في انتظار دائما وابدا في انتظار العملية نتاع توسيعته وتغطيته. خليكم تابعوا هذا الفيديو عن الوضعية الجديدة تاع ملعب 5 جويلية، والسلام عليكم. Thank you.